هاي مثل ما تشوفون هذا معسكر مال الجيش يعني. فجايبين العالم كلها استعراض الطيران الحربي. انه انت ما تقدر تشوفهم حتى من السرعة. كله قاعدة عسكرية. هسا احنا نمشي للمطار العسكري. لا 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 ما يلزم بوع السرعة جد. تقاطع تقاطع بالله تعال. راحوا ذولاك يم الجبل. خمسة. يا حيدر حمضت بنتي. كلها قاعدة عسكرية. مع النظام. هذا البحر شو يسوي شو يسوي؟ قطعنا الشارع. من رجع؟ واو بعدول 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 بعدول. ما نقدر نمشي قصة احنا واقفين. خمسة نفس الحركة واحد. ستة هاي ستة. خمسة. خمسة ماشي. يا ابوي غير نوصل لجوا. هي من جوا انه المكان اللي تقدر تركز اكثر. يلا امشي. الجيش وين ما كانوا واقفين. بس عالم دا يطلعون تدري؟ هاي طب للقاعدة وتطلع بابا. قبل القاعدة تطلع بودوك باصات مال المدرسة باصات مدرسية. سوى حركة جهنمية بالقرآن. خطف العالم خطف العالم خطف الصوت. منا الخروج منا الدخول. هاي العالم ترى كله قاعد تطلع. ضو 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 ضو. Oh.
بحط على يومك فرها بمكانها تقدر كلش ناصب بين البيوت بين القاعدة. واو ذا الطيارات it's already here. كيف حسوني هاك 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 لو غاز هاي دار تعالوا هسه يا خلينا نوقف مكان ذبوها الدار العسكري هذا ما جت البسوقان وبطلت كسرت على دي طلعت تقاعد يو يو بو هاي الطيارة واحد يشوفها ايش قدوتها يو هاي بويا فليح شايف هذا اللي صار انصات مالتها شلون مسويها بالصناعة مال بياع مضبوطة يعني لا تعطى الاطرقاع شوف هاي محرك هاي محرك وجير محورات تحور ابو الجي سمها والله مسار هي ما يدري ابوك شلون مقطعهم ذني مقطعهم الطياره هذا من القديمات صاعدين بيها الجهاد هاي تعال اقرا يمكن هاي مشاركات بالحرب طب يلا جيب لنا ميه معاك دور 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 هاي تحف عمي والله العظيم هاي شاركن بالحرب العالمية يمكن لأن الطيارات القديمات مال الحرب العالمية وفين بعدها بحد هسه بكريسة محورين بس بيها محورة حاطين لها محرك مال الشبح هذا البرامس هذا معروف بالعراق شفرت نار على علم هاي العالم كلها طيب الله شوف لنا ذنيك الحربيات تعال لأن كله بالحرب العالمية لأن كنت أنا سخن الحرب العالمية اختصاص يعني وعندو أشك ربيتي ها حيدر الله يسهله وهو انصعد هذا السلاح الحدث الطبيعي بابا هاي شان سبب الله القشر مالتها شوف ما بيها ولا طاش مسدسات واشياء شوف انت هاي بعدها نقرس هذا المهيب
هذا المحيط هذا حق شنو هو؟ هيا مساء الطيار يبقى كاتبة الشمس بس حقولة خيمة شي هذا البشي حتى بنقدم بيها شو اسمه انا يقول لك تصمت جد اللي يحكي ياك بس لأني شان انا مثلا مو راح ابو على كل شيء مالت هاي مال الصدر يمكن قاعد بيه هسه انا قاعد هنا واطير لا وحق الحق طايرها طلع مال تريلا انا عبا سعرها صغير بو هاي البنكة نايلون هاي محاورية بالصناعة شوف هذا التاير اعلى من عندي لو منفوخ رسالة الى فلاي بغداد عمي فلاي بغداد طيارة موديل 6 للهجرة بوع النظافة فلاي بغداد تطير وتنزل والله بها عطر الطيار قالهم توصل ماكو شغلات تيم من الموضوع فرج هاي بالله خلينا نشوف هاي الاف 55 ظلوا هنا يلا لاي بغداد بعضو اشي يسوون افتح صوتي افتح صوتي افتح صار صوتي كلها قديمة هلا شوف إذا راد لها حدادية ما صدر شيء يبدل لكم إياه جات وعين طيارات جات استعرضين هذا هنا أنا طيار يقول يسألون إذا تريدون تعرفون الموديل قد محركها قد تصرف غاز بعدني شنو أبشطين هذا الصاروخ الذكي يصيحوا له سبونج بوب شوفوا هذا الصاروخ هذا شنو هذا not for flying هذا مور الطيران أكتب عليه جاهز هذا خيام محترقة بدينه شوف الجندية قاعدة يمه هذا يفتح 4 سلندر اقتصادي البنزين بس يفتح 8 ورا الطيران الشرطة هذا هم كان اللي يسحب الجندي خيام محترقة عنده هنا وهذا